استاذ اجرتك اهي وحسابك خالص النهارده. ايه ده؟ جايب لي قرش واحد بس ليه؟ انا متفق معاكوا على نص فرنك. نص فرنك يعني قرشين، فاضل قرش. بلاش فضايحه يا استاذ اسماعيل، تعالى معايا. تعالى معايا. بتفهمني ايه الحكايه يا جارد؟ العواد اللي وراك يا عم اجرته تعريف. يا سلام، والعواد عليا؟ امال عليا انا؟ ماشي، طب دي تعريفه كده، فاضل تعريف. الجدع اللي بيهتف وراك ويقول لك قاعد يا استاذ، قاعد يا استاذ، قاعد ببلاش كده. يا سلام، وحد قال له يهتف؟ ده بالعكس، ده معطل. ده انا ما قلتش غير يا بولبول بس. يا عم انا بولبول ايه؟ دي اصول الصنع، لازم نقعد واحد وسط الزبائن يفضل يقول لك الله واحد يا استاذ علشان الزبائن تسهل معاك، وبكده بقى الزبون يحبك ويطلبك. يعني نص فرانك صفصفه على قرش ساغ واحد وكوبايه ينسون بالحليب يا سمعي. ده انت ما طلعتش جردل، ده انا اللي طلعت مقطه.